you must start from here writing the rules. Okay, انت شو بتكتب؟ بتكتب هاي. Okay, if you want to write examples, it's okay. لأنه بس نخلص هذا اللسن راح أسألكم على السمري مثل ما عملنا بالبريفيوس لسن. راح أسألكم عن السمري وراح تبعتوا لي السمري وراح أسجل كل واحد عم يبعت كل واحد مش عم يبعت. Okay, خطك بده يكون مرتب وواضح، كل شيء بده يكون تمام. ماشي؟ طيب، إذا f of x equal k then f prime of x equal 0. شو يعني هالحكي؟ يعني the derivative of، يعني إذا f of x equal k، k يعني constant number. Okay؟ then f prime of x equal 0. يعني إذا f of x equal 6 شو بتكون ال derivative of 6؟ 0. إذا f of x equal minus 99 then f prime of x equal 0. Okay؟ يعني إذا ما كنا نحكيها بلغتنا نحن، the derivative of minus 99 is 0. The derivative of 6 is 0. The derivative of 0 is 0. The derivative of 2020 is 0. Okay? إذا كان f of x equal 10 power 7 شو ما كان، okay؟ بتكون ال f prime of x equal 0. واضحة؟ واضحة؟ حدا عنده سؤال عليا؟ حدا عنده شيء؟ No. So the derivative of a constant equals 0. Okay? حيالنا number constant ما فيه x، derivative تبعه بتكون 0. Okay؟ هلا إلا proof أكيد، proof graphically و proof analytic، بس نحن ربهمنا الرول. Okay؟ the derivative function of f، okay، يعني f of x equal x، إذا كان f of x equal x، then f prime of x equal 1. يعني the derivative of x equal what؟ Equal 1. Okay؟ فإذا أنتم بتكتبوا، إذا f of x equal x، then f prime of x equal 1. هودي بدنا نصير نحفظهم. Okay؟ بظن هيدي سهلة، ما بدها examples لأنه خلص بس x. Derivative of x هي 1. Derivative of number هي 0. طيب، لو rule number 3، هيك بدهم يكونوا عندكم على الكابلوك يا جماعة. All of you. هيك 1 2 rules of derivative. اكتبوا 1 بيرجع 2 بيرجع 3. أنا مرقبهم كله. Okay؟ طيب، number 3. The derivative function of f of x equal x square. هلا هيدي notation of the function. هيدي اللي بتهمني. إذا f of x equal x square then f prime of x equal 2x. إذا f of x equal x square then f prime of x equal 2x. واضحة؟ يعني هودي انت بدك تحفظهم. اوكي؟ كيف انا بقول لك 0 على انفينيتي 0، نمبر على انفينيتي 0، نمبر على 0 انفينيتي حفظ، هودي نفس الشيء. إذا f of x equal x cube، x cube، then f prime of x equal 3x square. طيب شو عم بصير هون؟ في شيء، في شيء عم بصير. اوكي؟ في شيء عم بصير. إنه هيدي 3 أول شيء كانت x cube. طب هيدي 3 صارت ورا ال x صارت 3 وهيدي صارت x square. اوكي؟ هلا هاي بناخذها as a rule بعد شوي. يعني إذا كانت x power 4 شو بتصير؟ إذا كانت x power 5 شو بتصير؟ إذا كانت x power 6 شو بتصير؟ اوكي؟ في rule بنحفظ الرول نحن in general. طيب هلا in general إذا كان ال f of x هون عم بيقول لي in general إذا كان ال f of x equal x power n، okay، then f prime of x equal n x power n minus 1. فهمتوا شو يعني؟ يعني شو اللي بصير؟ إذا كانت ال f of x equal x power n، شو بتصير ال derivative of x power n؟ لأن هي حيلا number. اوكي ممكن تكون 2 ممكن تكون 5 ممكن تكون 100. اوكي طب شو الديريفيتيف لاكس باور ان؟
الان هاي بتصير ورا الاكس تصير ان والاكس بيبقى عليها ان باور ماينس 1 يعني انت بتحط الان هير وبتنقص واحد يعني هيدي بالعربي اوكي بتحط الان هير وبتنقص واحد رح ناخذ اكزامبلز يعني مثلا اذا اف اوف اكس ايكوال اكس باور 4 شو بصير اف برايم اوف اكس 4x كيوب بلاي الان هون هي 4 بالديريفاتيف اوف x باور 4 شو عملنا؟ اخذنا ال 4 حطيناها ورا الاكس يعني هي كانت x باور 4 اخذت ال 4 حطيتها هير وهون عملت 4 ماينس 1 اوكي؟ يعني شو صارت؟ صارت 4x باور 3 اي ثينك انه واضحه يعني ما بدها كثير بعد شرح اوكي؟ ماشي الحال؟ فإذا انتوا بدكم تكتبوا هيدي الرول اوكي يعني ما تكتبوا 5 اكتبوا 1 2 3 4 اوكي تحت هاي ان جنرال هاي تكتبوا هاي اذا f of x equal x power n then f prime of x equal n x power n minus 1 وهي كثير سهله طيب خذوا هيدا الاكتيفيتي دو ات الون وهلا بسالني كم واحد جاوبوها اوكي خذوا هيدا الاكتيفيتي هو سهل وبسيط كثير يعني بده 1 مينت find the derivative function of the functions below using the formulas اللي اخذناهم يلا اذا f of x equal x power 7 شو بتصير ال f prime x power 15 x power 6 4 2 شو بتصير ال f prime شو بدي بدك تحكي اول وحده صدر x power 6 طيب اول وحده هات لنشوف تبقى بالاحمر ها أول واحدة بتصير 7x power 6 7x power 6 أوكي okay. ندى ندى حريري yes, yes. كيفك ماشي الحال؟ ماشي الحال يلا x power 15 شو بصير ال f prime of x 15x to the power 14 to the power 14 okay thank you Cynthia x power negative x power negative 2 then f prime of x equal minus 2x minus 2 x power minus 3 minus 3 خلينا نحط هاي دي باي ديتيلز شوي عشان تفهموا شو صار minus 2x power minus 3 إذا حدا مش عارف شو صار فيكم تكتبوها دغري أوكي so I cut يعني باخد ال minus 2 بحطها ورا ال x بعمله multiply by x power and minus 1 شو ما كانت حتى لو كانت negative بتضلها minus 2 minus 1 minus 3 أوكي وهيدي كتير الرول كتير كتير بتهمنا بالدريفاتيف بعدين اوكي كتير بتمرق معانا يعني طيب حدا بعده عم يكتب نروح على الرول اللي بعدها طيب I'll go to the second one واللي عنده شيء هلا بسألني اوكي هون بكم تركزوا لي اكثر the derivative function of f of x equal ax plus b يعني إذا f of x equal ax plus b then f prime of x equal a بس okay إذا كان ال function شكله ax plus b then f prime of x equal a ماشي يعني إذا ال f of x equal 4x plus 1 then f prime of x equal 4 إذا كان ال f of x equal minus 10x minus 51 then f prime of x equal minus 10 شو عم ناخد بس ال a أوكي عم ناخد بس ال a ماشي طيب يعني هيدي لحتى نحفظها بطريقة حلوة وبسيطة وسهلة أنا شو بقول إنه ال f of x equal ax plus b أوكي طب شو بصير ال f prime of x حتى لا يحفظها the derivative of b مش ال b هو constant طب شو ال derivative تبعه zero
هون ال a times x شو الديريفيتيف اوف x 1 فبتصير a plus 0 يعني a هيدي اذا كنت تحفظوها هيك ان alternative way يعني طريقه هيك اوكي فاذا اذا f of x equal a x plus b then f prime of x equal a اوكي أنا بعرف هون إنه في حدا يمكن يسأل بينه وبين حاله ما بعرف بس يمكن في حدا عم يسألني بينه وبين حاله إنه ما هيدي A كمان constant ليش الديريفتيف تبعها مش زيرو؟ أكيد في يكون في كم حدا سألوا حاله هالسؤال أو يمكن الكل أوكي الـ A بس تكون مضروبة بـ X أوكي الديريفتيف تبعها مش زيرو بس تكون constant هيك لحالها من دون X مضروب فيها أو معلق فيها أوكي بتكون الديريفتيف تبعها زيرو بس تكون AX بصير الديريفتيف هو A اوكي الاكس بتصير 1 ديريفيتيف بتصير اي اوكي هلا رح ناخذهم اكيد بالرولز بعد شوي يعني اللي ما فهم هلا حيفهمها بعد شوي so find the derivative function of the following يلا بسالنا شي كم واحد لنشوف اذا الكل معانا والله جوال استاذ Yeah. Joel, if f of x equal 5x plus 2, then f prime of x equal? 5. 5, okay. If f of x equal 199x minus 200, what's the f prime? 199. Okay, what's the 2019. That's it, okay? يعني هودي كتير سهلين يعتبر طيب ماشي الحال هيدي رول نمبر 5 أكيد الكل لازم يكون كتب نمبر 6 The derivative function of f of x equal ax square plus bx plus c يعني إذا كان الفانكشن شكله هيك quadratic يعني ax square plus bx plus c شو بصير ال f prime of x ال f prime of x بصير 2ax plus b Okay, 2ax plus b. ماشي؟ بصير هيك 2ax plus b. يعني لحتى نفسرها شوي إذا ال f of x equal ax square plus bx plus c. Okay, شو بصير ال f prime of x؟ إذا نحن بدنا نحفظها بطريقة يعني ما بدي أحفظها أنا هيك حفظ تاريخ وجغرافيا بدي أفهمها كيف صارت. Okay, شو بتصير؟ ال x square شو الديريفيتيف ل x square 2x فإذا a times 2x وبتضل ال a مضروبة بال 2x plus شو الديريفيتيف ل x 1 فإذا b times 1 إذا بدكم تحفظوها ب alternative way هيك وشو الديريفيتيف ل c 0 فإذا شو بتصير هاي 2ax plus b لحتى تعرفوا منين اجت 2ax plus b اوكي فيكم تحفظوها هيك وفيكم تفهموها بهذا الشكل هون. اوكي؟ طيب شو الديريفيتيف ل 3x سكوير بلس 5x بلس 1؟ شو بتصير ال f برايم؟ هي مكتوبه بس خلينا نعملها نحن مع بعض. 3 times 2x اذا بدنا هيك بلس 5 خلص وال 1 الديريفيتيف تبعه 0 فاذا شو بتصير؟ 6x بلس 5 فهمتوا كيف الايديا؟ 6x بلس 5 and it's done. 5x سكوير بلس 7x بلس 1 شو الديريفيتيف؟ 5 times 2 يعني القصة كلها شو عم بتصير؟ إنه أنا بضرب الـ 2 بالنمبر بالكوفيشنت للـ x سكوير. الباور تايمز the coefficient 2 times 5 10 فإذا 10x بلس 7 10x بلس 7 أوكي؟ طيب يلا مش رح نقي أنا أنتوا بدكم حدا يفتح المايك يحكي اللي بده اوكي اذا f x equal 10x square plus 17x minus 15 يلا هو want to do it شو بصير ال f prime يس تعالى بصير 20x plus 17x plus 17 واللي بعدها 4x minus 17 minus 17 بس هاي اوكي بس لحد هلا انتم شايفين صرنا ماخذين 6 رولز وسهلين ما لهم صعبين صح
علي بستاني وين؟ شلون علي بستاني رح تنقي عشي سؤال؟ طيب مش الحال كتبتوها بكل الأحوال هيدي رح أبعثلكم إياها زي ما هي يعني. Number 7. The derivative function of f of x equal 1 over x. Okay, هلا بدنا نبلش نحفظ rules advanced شوي. يعني بدنا نصير ناخد شي fractions وهيك. إذا f of x equal 1 over x. شو derivative function تبعه؟ minus 1 over x square. Okay, minus 1 over x square. تحبوا تعرفوا ليه؟ انه ليش 1 over x يصير minus 1 over x square يعني شو السر يعني؟ اوكي راح لكم اذا الاف اوف x equal 1 over x طيب انا في اكتب ال 1 over x as x power minus 1 في اكتبها هيك ولا ما فينا؟ ايه بلى ما هي 1 over x power 1 طلع الx كله power 1 لفوق بصير x power minus 1 طيب بيجي بعمل derivative لها يلي هي x power minus 1 شو بتصير؟ ها؟ شو بتصير؟ minus 1 x power minus 1 ونقص منه واحد مش لا مش هيدي x power n شو بتصير x power n derivative n x power n minus 1 اوكي؟ قبل شوي يمكن سنتي عملت لنا اياها x power minus 2 شو هيك صارت minus 2 x power minus 3 هيدي نفس الشيء إذا بتصير minus 1 x power minus 1 minus 1 يعني minus 1 x power minus 2 برجع شو بعمل؟ نزل ال x power minus 2 لتحت شو بتصير؟ minus 1 over x square عشان هيك 1 over x derivative تبعها minus 1 over x square اوكي؟ قلت لكم هيدي الرول كتير كتير مهمة بالderivative لأنه كتير بتحل لنا مشاكل اوكي؟ اللي حابب يكتب بروف يثقف حاله شوي هيدا بروف okay. كل واحدة من اللي فوق إلى بروف بس أنا مش عم بكتبهم خلينا هيك نمشي باللسن مش بحاجة نحن بحاجة نحفظ الرولز بس هيدي كتير مهم الدريفاتيف لأنه بفيدكم أنتو بالكالكوليشنز بعدين طيب in general إذا f of x equal k over x k يعني number over x then f prime of x equal minus k over x square Okay, where k is a number belongs to r. يعني هات نشوف هذا الاكتيفيتي. إذا f of x equal 4 over x. شو بصير f prime of x? Minus 4 over minus x. 4 over x square. إذا كان الx هو minus f of x. Minus 5 over x. شو بصير f prime? 5 over x square. 5 over x square. لأنه في minus والminus تبعيت الفورمولا صاروا positive فإذا positive 5 over x square. يعني إذا بدنا نكتبها هيك minus minus 5 over x square يعني بصير 5 over x square. اوكي. لحد هلا صاروا 7 rules والrules كتير سهلين إنه ينحفظوا عادي يعني. اوكي يعني أنا أعملهم بطريقة فيه examples وفيه activity. الactivity حلوا مع بعض. طيب حدا عنده سؤال تلنا any question ولا حدا طيب رح ناخذ بريك شي 1 minute لحتى اشوف النيمز مين اجا ومين ما اجا علي بستاني نقط هير حسين زيدان حول اسم مره واحده برد علي قول له 1 مايا سلهب سبحان الله مايا يعني ما بتحضر بتجيب 10 بالامتحان محمد علي عيسى نطير ندى حريري موجودة اوكي رين سكيكي رين سكيكي مش هون يا استاذ انا مستغرب انه رين مش هون ليه زينب رضا تحضر عندها عيد مرمرو الثاني هير فاطمة حمزة not here ميرنا شايف كتار عندهم عيد مرمرهم اليوم ريما يوسف خليل هير فاطمة سعد هير
طيب لحد رول نمبر 7 نو كويستشنز خلينا نكمل ناخذ هيدي اخر رول اليوم ونخلص اي ثينك هات نشوف هيدي شو بتقول اذا اف اوف اكس ايكوال اي اكس بلس بي اوفر سي اكس بلس دي وهيدي كثير 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 مهمه بتبرق معنا كثير اذا اف اوف اكس ايكوال اي اكس بلس بي اوفر سي اكس بلس دي يعني الفانكشن شكله هيك لينير فانكشن على لينير فانكشن يعني فراكشن مثل الفراكشن اوكي then f prime of x equal what شو بتصير f prime of x لكن شو بتصير بتصير a d minus b c over اللي تحت square denominator cx plus d كلها square okay يعني بتصير هيك يعني نحنا we multiply the coefficients by each others in this way اللي مضروب بالx فوق times اللي مش مضروب بالx تحت a times d minus تبقوا minus b times c over cx plus d كلها سكوار هاي دي رول اوكي تبرق معانا sometimes طيب example كيف بيجي الx السؤال يعني اذا f of x equal x plus 1 على 3x plus 2 اوكي إذا هيدا الفانكشن x plus 1 على 3x plus 2 طيب شو بصير ال f prime of x okay بصير 1 times 2 minus 1 هيدا times 3 أو 3 times 1 over 3x plus 2 كلها square okay فبصير 2 minus 3 minus 1 يعني minus 1 over 3x plus 2 كلها square let's do this together find the derivative function of the following functions below إذا f of x equal 2x plus 1 على 3x plus 5. Okay. شو بصير ال f prime of x؟ شو بصير ال derivative of the function؟ مين بده يقولها؟ هات لنشوف يلا. Then. أول شيء بنحط fraction هيك. 2 times 5. خلينا نحطها 2 times 5. Minus. Minus 3 times 1. 3 times 1. Over. Over 3x plus 5 squared. Over 3x plus 5 كلها سكوير يعني شفت الرولز ما اخبارهم بس تعملوا اكسرسايز اثنين عليهم بيمشي الحال 2 times 5 10 10 minus 3 7 check over 3x plus 5 كلها سكوير اوكي بس هلا احيانا بتطلع minus احيانا بتطلع positive it depends on those numbers كان هيدا اصغر بكون negative يلا اللي بعدها إذا f of x equal minus 2x minus 1 على 3x minus 5 then f prime of x equal what؟ يلا مين بقلنا إياها؟ هات نشوف مين حابب الأولى؟ 5 times minus 2 5 times minus 2 ولا minus 5 times minus 2 أو minus 5 times minus 2 لا هي الرول هون إنه A times هون كانوا plus يعني كانت ال B وال D positive يعني negative 5 times negative 2 فينا نحطهم هيك minus 3 times negative 1 over 3x minus 5 squared كلها squared طيب شو بصير الفاينل answer هيك نشوف هون 10 check 10 plus 3 13 minus 4 minus 0 plus over 3x minus 5 كلها square هاي صرتوا تعرفوا g derivative of a function okay استاذ ايه بدك ترجع شوي على last slide تعمل سكرين شوت ايه طيب هلا نحن ليكون derivatives يعني انا بدي نوصل اخر شيء لهيدي الباوربوينت لهيدا الدرس ناخذ رولز كتار ليه؟ لانه كل فانكشن غير عن الثاني اوكي؟ يعني انا بدي اخذ كل انواع الفانكشنز كيف بيجي الفانكشن ان اجى فراكشن ان اجى راديكلز ان اجى باور ان اجى حاجه رجع حطها على نمبر 8 اوكي؟ يا خلصتي هون؟ هي مش الحق طيب يعني احنا بدنا ناخذ رولز لكل الفانكشن يعني اذا اجينا شي فانكشن مثلا let's say هيك مثلا f of x equal
راديكال x plus 1. طيب تيجي انت بتقول لي طب انا مش ماخذ رول لراديكال x plus 1، مش ماخذ رول لراديكال اوكي لحد هلا اوكي. ونحن بس نخلص هيدا الليسون بصير شو الفانكشن اللي بيجي قدامك انت بتكون ماخذ عليه رول ومكتر اوكي. يعني في رولز كتار ناطرينكم بس ستيب باي ستيب نمشي فيهم شوي شوي. Yes. طيب بكفي اليوم، حدا عنده أي سؤال؟ بعد في rules نكفيهم next time. I think الجمعة يمكن عندنا صح؟ next time نكفي number 9 ومنكمل فيهم ونصير فينا نظهر؟ ايه اوكي نحن خلصنا الله باي باي باي.